السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتعلم كيفية إيجاد الميل. إيجاد الميل، أول شيء إذا كان لدينا نقطتين، فإن قانون الميل يساوي فرق الوايات على فرق الإكسات. مثلا لو جيت قلت لكم لدينا النقطة A 1 1 والنقطة B 3 2، فبنقول الميل يساوي فرق الوايات 2 ناقص 1 على فرق الإكسات 3 ناقص 1، ويساوي 2 ناقص 1 1 على 2. إذا هذا هو بالنسبة لقانون الميل. كمان لو عندي أنا دستور الثاني، قال لي الميل يساوي تانجنت الزاوية، وهون أنا بدي أوقف شوي. ما المقصود بتانجنت الزاوية؟ قال أو ما هي الزاوية؟ طبعا بيقولوا الزاوية هي ما بين المستقيم دي ومع محور الإكسات، ولكن بالاتجاه بعكس عقارب الساعة، يعني هاي هي الزاوية المطلوبة وراح نسميها الزاوية تيتا، هاي بنسميها الزاوية المطلوبة وهي بنسميها الزاوية تيتا. ما بناخذها مع محور الوايات أو عكس محور الوايات، دائما عكس عقارب الساعة. مثلا لو جيت أنا قلت لك هاي الزاوية تيتا مثلا تساوي 45، معناتها الميل يساوي ظل 45 ويساوي 1. هذا أهم دستور. طيب في بعض الحالات بيعطيني معادلة المستقيم، مثلا بيجي بيقول لي 3x زائد 4y يساوي 5. قال بهي الحالة الميل ايش هو؟ هو ناقص أمثال الإكس على أمثال الواي، يعني دائما بهذا الشكل مرتب، أو بالأحرى دائما يجب كتابة المعادلة بشكل y يساوي mx زائد b. بس ما كتبتها بهذا الشكل، بيكون أمثال الام أمثال الx هو ميل المستقيم، يعني بأسهل الطرق هي هذول. لهون بيكون خلصنا إيجاد ميل مستقيم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.